دي مهزله، المدرسه دي لازم تتقفل. استر يا رب. كلكم لازم تتحاكموا. ما عليه باين عليه مزاجه وحش النهارده. الوزراء بقى بيبقى اخلاقهم ضيقه. وانا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجه؟ نبي ما هيجرى حاجه. ست حالات جواز عرفي عندك في المدرسه، الاطفال عمرهم ما عداش 16 سنه. الوزاره دي اسمها وزاره التربيه والتعليم يا فندي، يعني التربيه تيجي قبل التعليم. ده سن خطر جدا يا معالي الوزير، محدش عارف هما بيفكروا ازاي ولا بيعملوا ايه. رمضان مبروك ابو العالمين حموده. خليه يدخل. يا اعدل الناس، يا اعدل الناس الا في مخاصمتي فيك الخصام، وانت الخصم والحكم. انت الخصم والحكم. نعم. وعشوائي اخ لو سمحت يا معالي الباشا، انا جاي النهارده عشان ابص الايادي، ولو في حاجه تاني غير الايادي مستعد ابص. الهي ما واروح، الهي اتشل واقع قدام سعادتك مسؤول على المكتب دوت، الهي يدهسني قطره ويفرق كل حته فيا في حته، الهي يدب فيا داء النتاني والناس ما تطيق ريحتي. اني ما كنت اعرف اني معاليه يبقى ابني معاليك. انت اللي ضربت ابني. لا مش انا، مش انا، هي دي، هي دي. لا تنشلي، كنت تنشلي تنشلي قبل ما تتمدي على معاليه. ومين بقى اللي قالك ان انا زعلان منك؟ بالعكس، ده انا سعيد وفخور بيك جدا. وبالمناسبه ده يثبت لي ان التعليم في الارياف افضل 100 مره من المدارس اللي انتوا بتفتحوها. فخور بيه؟ يعني معاليك مش زعلان مني انني ضربت معاليه؟ بالعكس، انت هتاخد مكافاه يا استاذ رمضان. مكافاه؟ يو يو داريو. الاستاذ رمزي ابن سعادتك. استاذ رمضان اتفضل اتفضل. اهلا يا اخويا. اهلا يا شملول. اوعى تكون فاكر ان ابوك اللي واقف دي هيحوشك عني. لا يا اخويا، تعال اقف قدامي هنا. تعال اقف هنا، تعال هنا. اوكي دونت تاتش. Don't touch. Don't touch. طب ما وقفتش قدام الياد زي ما قلت لك. I'm fine. I'm fine. طب اسمع يا اخوي. Fine. انا دلوقتي هقول لك جملة تعربها قدام معالي الوزير. ويمين ثلاثة ان ما اعربت صح لكون مدك في مكتب معالي الوزير. ها؟ اعرب يا اخوي. انا وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم يستطعه الاوائل. اعرب. لم اداة جزم؟ ايوه. يستطيعه فيرب مضارع. فيرب؟ فيرب تاني؟ خلاص. فيرب تاني؟ خلاص خلاص يا معالي الوزير، بيقول سعادتك فيرب. معلش فيرب، يعني انا مدرسه لغه عربيه ولا لغه انجليزيه؟ خلاص يا استاذ فيرب يا ولا بتحرجني قدام معالي الوزير. عشان خاطري، عشان ماشي. بسم الله ما شاء الله، دي معجزه يا معالي الوزير. انا مش قادر اصدق لا وداني ولا عينيا. سعاده الوزير، انا محتاج الاستاذ رمضان عندي في المدرسه، هو ده اللي هيعدل الميله وبالمرتب اللي هو عايزه. ها ايه رايك يا استاذ رمضان؟ والله يا معالي الوزير، اللي تشوفه سيف على رقبتي، بس انتوا فاجئتوني. انا كنت عامل حسابي ان انا جاي اتحبس، الموضوع جه فجاه. فسيبونا يعني نستخير الست الوالدي وناخد يومين ثلاثه نفكر، واللي في الخير يقدمه ربنا. اخوك رمضان مبروك ابو العالمين حموده، مدرس اللغه العربيه الجديد. تشرفنا يا استاذ رمضان. فريد باهر مدرس الساينس. هو فين دي؟ انا فريد باهر. اهلا وسهلا، تشرفني. المدرسه ده هي بتيجي لها كام فدان؟ فدان؟ اللي اقول لي يا استاذ فريد، هو انت ما عندكش حصه ولا ايه؟ فاضي يعني؟ فاضي فاضي ايه بس يا استاذ رمضان؟ اصلي شايفك يعني ماشي براحتك في المدرسه، ما وراكش حاجه. تخيل تخيل يا استاذ رمضان، الولاد مش عايزين ياخدوا حصه، قلت اسيبهم براحتهم. قلت عدي يا بت، عدي يا بت، بلاش لكاع، عدي. مالهمش مزاج ايه؟ ياخدوا حصه. يا صلاه النبي احسن، لو التعليم هنا بالمزاج دي تبقى مسخره. يا استاذ رمضان، الطلبة اللي هنا المدرسة بالنسبة لهم فسحة، كلهم بيعتمدوا على الدروس الخصوصية. يا ابن خيبي، هو المدرس مننا لما يدخل البيت ويقعد على ترابيزة السفرة ويتحط له الشاي والكيك، هيبقى له كلمة على العيال بعد كده؟ عليه العوض. أنت مالك متأثر بكلامي كده؟ أصلي لسه واكل كيك امبارح. استغفر الله العظيم، أعوذ بالله من غضب الله. ماسكينهم في شقة دول ولا إيه؟ طب ما يغطوهم بملاية لحد البوكس. إيه يا أستاذ رمضان؟ دول عندهم حصة سويمنج. حصة إيه؟ سويمنج يعني سباحه. والنصر عارف ده ساعات بينزل معاهم. يا نهار اسود، لا انا شكلي هتعب في المدرسه ده. هي اهدي، ايه المسخره ده؟ هي كوره في الفصل؟ اقعد يا ولد اقعد.
انت يا بنت اقعدي على التخته بتاعتك. تخته؟ ايوه يا اختي تخته. ترمي انت يا عبد الحليم يا حافظ. اقعد مكانك يا اخوي. ترمي مكانك وانت نازل رجلك. ايه المصيبه اللي انا جيت فيها ده؟ هي انت هذا بشعر معفن انت. تعدل تعدل بص قدامك. لما الاستاذ يدخل يبهم انت وهو وهي تقوموا تقفوا. قيام. تنفخ ليه يا رحمامه؟ انفخ انفخ. انا اوريك النفخ في الامتحانات ان شاء الله. نتعرف الاول عن الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده. كويس قوي. ما كنتش اعرف ان اسمي بيضحك. يا اختي افتحي بوك تاني فاهم ولا لا؟ سوري يا مستر. لا يا اختي انا مش مستر، انا استاذ رمضان. ترزعهم ترزعهم. ايه يا ابني دي؟ ايه دي؟ انت اسمك ايه؟ ايمن كريم الششتاوي. كريم الششتاوي؟ ايوه ابن وزير البيئه. ايوه 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 ابن وزير البيئه. طب يا اخويا ما تتنكش قوي كده، دي السحابه السوداء جايه لحد دماغك. بكره دي يتحلق بدل ما احرقهولك فاهم ولا لا؟ انت يا اخويا اللي بتنفخ. اسمك ايه؟ محمد احمد الخرساني. احمد الخرساني؟ ايوه وزير الصحه. ايوه يا اهلا يا اهلا. باين عليك الصيحه. انبسط أمانة عليك وأنت قاعد في البيت. يبقى هات سيرة المستشفيات الحكومية اللي الناس بتترمي فيها على البلاط وأكياس الدم الملوث واللي أنت عارفه. يمكن يمكن حد يهتم. أوكي أوكي. أنا بشعك منك هذا اللي هيتعدل. أوكي. وأنت يا أخويا اسمك إيه؟ اسمي أمير المصري وبيدلعوني بيقولوا لي وائل عبد السلام. إحنا هنستظرف يا بنت ولا إيه؟ مش بستظرف والله. حضرتك أشرح لك الموضوع. اشرح لي يا أخويا. ماما كانت عايزة تسميني أمير وبابا عايز يسميني وائل. اتخلق. أمي كانت حامل في الشهر الرابع فهو مش عايز ألاقيها. يا ست حامل يعني. فقال خلاص نسميه أمير ونكدب عليها. لما خلفتني جدتي أم أبويا ما بتحبش أمي أساس فقالت خلاص نسميه وائل. فأمي تقول لا أمير ودي تقول وائل. بعده اسكت بقول لك. ما هو بعده اسكت. أنا مالي أنا مالي يا رزق. أنا ما أحب أندهك. أقول لك إيه؟ يا جلال. يا جلال. يا جلال. شكلك رخم وسنتك سودة طينة معايا. أنفخ. عايزك تنفخ. قومي قاعدين انت من ساعة ما دخلت وشكلك مستفزني. قوم يا شكلها سنة سودة. اسمك ايه يا فرع؟ شهاب عبد الحميد النجار. اوعى يا هادي يكون اللي في بالي. هو وزير الداخلية. اتفضل استريح يا سعادة الباشا. اتفضل. لحظة واحدة لحظة واحدة. ما ينفعش تعقدني. هاتي يا بنت انت منديل ولا حاجة. هاتي حاجة. هاتي يا بنت الله يخرب بيتك. اتفضل استريح. اتفضل اتفضل. اسمع يا هادي انت وهو. اسمع يا حبيبي. أنا اللي جايبني هنا معالي وزير التربية والتعليم شخصياً. يعني لا يهمني ابن فلان ولا ابن تيرتان. طبعاً الكلام ده مش ليك أنت. استدعاني وزير التربية والتعليم وقال لي والنبي يا أستاذ رمضان. قلت له أنا ما بحبش الحلفان إنجز. عايز مني إيه؟ قال لي العيال ده هون أمانة في رقبتك. وأنا يمكن أخون الأمانة. يعني لو أنتوا فاكرين إن أنتوا مسنودين أنا كمان مسنود. اهلا اهلا يا حيلته. اهلا. كنت فين يا غندور انت والشملوله؟ اصل جيجي ممكن. مين جيجي ده؟ هي جيجي. هي ده هي. اهلا يا ست جيجي. كنت فين وسايبين الحصه؟ اصل بقالها يومين قافل الموبايل. ف ما تقفل الموبايل ولا تتحرق هي والموبايل. انتوا سايبين الحصه وكنتوا فين؟ Take it easy. She had boyfriend problems, so I came to sort it out. Her boyfriend's a bit of an idiot, yeah? So I just, you know, stepped up to her and said, what's going on with me? What's wrong with you, man? خلاص خلاص خلاص. اذا كان على كده براءه. تفي يا بنت اللي بقى غوري مكانك. امشي. يلا يا اخويا امشي امشي. انت بتشوح يا ولا؟ شكلك نسيت التعليق اللي في السقف. ها اجري. ايوه كده. الناس تخاف ما تختشيش. اسمعت اهو هي. كل واحد يطلع كتاب الصرف والنحو. هعمل لكم امتحان مستوي. استاذ رمضان. ايوه يا باشا. مش لاقي الكتاب. مش لاقي ايه؟ كتاب. مش معايا. لا في كتاب. هات يا بنت الكتاب ده. ايه بس انا سقطت. ما تسقطي ولا تتنيلي ولا عايز ان انا اتحبس. اتفضلي يا باشا.